والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة رجاء رمزي، إليك رجاء. شكرا محمد، شكرا سحر. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ليتحقق في سنوات معدودة ما لم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة. وأضاف ربيع أن الهيئة نفذت سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة مرورا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه، الذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول دعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن والتي يستضيفها مركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية. الورشة في غاية الأهمية، إصلاح بناء السفن شيء مهم جدا. أكيد قناة السويس بموقعها الفريد وأهميتها للمجتمع العالمي، شريان للحياة، شريان للتجارة، شريان للملاحة، كل ده بيؤكد أن يعني مدى أهمية قناة السويس للعالم أجمع. طبعا أهمية هذه الورشة هي أهمية خاصة بالنسبة للتنسيق للعمل المشترك، العمل العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي. فمثل ما شفنا في الفترة الأخيرة، فرص العمل المشترك هي فرص رائدة بالنسبة للاستثمار وبالنسبة للمشاريع الضخمة. الورشة اليوم تعتبر ورشة مهمة جدا، لأننا بنتكلم احنا على صناعة، صناعة مهمة لكافة دول العالم وللمنطقة العربية، وهذه الأهمية ترجع من أهمية التجارة المنقولة بحرا، حيث تمثل حوالي 90% من تجارة العالم تتم من نقلها بحرا. والمنطقة العربية هي دولة منطقة تتميز بأنها تتوسط بين الشرق والغرب، وبالتالي تقع أغلب الدول العربية على البحار، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لنا صناعة متقدمة في هذا المجال. أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أعلن أن الهيئة وضعت عدة أهداف لجذب الاستثمارات في مصر، تبدأ بجذب الاستثمار في مشروعات مرتبطة بالتنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص. كما كشف رئيس الهيئة عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والضرائب، وذلك لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول جذرية لها. وأضاف رئيس الهيئة أنه تم حل 75% من المشكلات خلال النصف الأول من العام الجاري. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أعلن أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير النقد الأجنبي للإفراج عن مستلزمات الإنتاج لضبط الأسعار. وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل، حيث تم الإفراج عن 378,000 طن أعلاف الذرة والصويا بحوالي 183 مليون دولار خلال أسبوعين. وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات من الأسواق في الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة. وإلى أسواق المال مشاهدين، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات تجاوزت 2.7 مليار جنيه. ربح مال رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1209 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17,800
39 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 0.82% مغلقا عند مستوى 3595 نقطة، فيما صعد ايضا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبة بلغت 0.89% مغلقا عند مستوى 5320 نقطة. أعلنت شركة أرامكو السعودية انخفاض صافي دخلها في الربع الثاني من العام بنحو 38%، مما يعكس انخفاض أسعار النفط وهوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات. أكدت الشركة في إفصاح لبورصة أن صافي دخلها تراجع إلى 112.81 مليار ريال، أي أكثر من 30 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 من يونيو الماضي. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا إلى الزملاء سحر ومحمد، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي.